النهارده قلت اصور لكم التخفيضات اللي موجوده في البلاك فرايداي. انا في الدوحه فيستيفال، هصور لكم دلوقتي تخفيضات فيكتوريا سيكريت عامله تخفيضات. هنخش نشوف عاملين ايه بقى مع بعض. عاملين تخفيض جيت 1 اوف سوري باي 1 جيت 1 فري على كل البرفيوم ال 50 مللي. دي برفيوم دي اغلب البرفيوم اللي موجوده هنا. تعالوا نبص عليها جوه. دي بومبوشل. دي ريحتها فريش كده شوية. وفي تاني دي فظيعة نوار. نوار دي فظيعة جدا 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 جدا، هادية وسكسي ورقيقة في نفس الوقت، وشكلها كمان كيوت جدا. بس ده منظرها من فوق، ده شكلها. وفي كمان لاف، بس انا حقيقي مش بحب لاف. وفي ودي انجل جولد. انجل جولد انا عايزه اقزمها منها. هذا ده شكلكم، ده شكلها. ايوه ده شكلها، بصوا زي ما انتم شايفين كده شكلها عامل ازاي، حلو جدا. وفي باقي الكوليكشن، في دي نايت حلوة برضه جدا، دي ريحتها قوية شوية. وفي نفس الوقت يعني جذابة، يعني مغرية، انا بحبها جدا. ودي سكاندلوس حلوة برضه جدا، شوية فانيلا، شكلها كيوت وشيك كده. وانا على التسريحة الصراحة كل برفيوم فيكتوريا سيكريت مغريين جدا. وفي دول كمان فيري سكسي ناو، وفيري سكسي ناو برضو، بس دي مختلفة عندي. بس الصراحة صوتهم مش حلو خالص، مش مميزة يعني. فيري سكسي الحمراء أحلى من لون هما الاتنين. إن التخفيض بتاع فيكتوريا سيكريت لمدة 3 ايام بس، النهارده وبكره وبعده، من 22 ل 24. واغلب المحلات نفس النظام، يعني هو التخفيض من 22 ل 24، علشان بس لو حد عاوز يروح ويشتري وكده.